السلام عليكم اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم البغريل بالسميده بوحدها بدون دقيق ابيض وبدون اي شيء، فقط بالسميده رقيقه بوحدها. تيجي هائل، ما تيجي لا معجن لا والو، خفيف خفيف ومثقب بحال الشهده. وكيف تتشوفوا معايا صباع يديكم يبانوا منه، الخيال ديال صباعكم يبان منه، زيدون ما تتعجنش، ضغطي عليه وترجع بحال لا يلاه صايبتي شي وحده، تيجي هائل. بقاو معايا اخواتي باش تشوفوا الطريقه والمقادير. اذا البنات غادي نبداو على بركه الله، ومباشره غادي نعطيكم المقادير والطريقه. هنا درت واحد معلقه صغيره ديال خميره فوريه، غادي نزيد هنا 3 كؤوس سميدة رقيقة، ثلاثة كيسان ديال العنبة كيف تتشوف. بالنسبة للماء، غادي نحتاج 4 الكؤوس ديال كأس ديال العنبة، وغادي نشوف نقدر نزيد نقدر نقص على حسب الجودة ديال السميد. المهم القوام ديال الخليط غادي تشوفوه معايا ويكون دافئ دافئ جدا. ها واحد، جوج، انا عندي ثلاثة، ونحرك. مازال غادي نزيد رابع، ونزيد الملحة تقريبا ملعقة صغيرة ديال الملح باش السميده تتشرب. بان ليا بان خاصني نزيد واحد النصف، دابا بحال هذا 4 اونص كيعجبت ليكم على حساب السميده. غادي ندوز هذا الشيء للخلاط باش يطحن. هنا البنات عندي واحد خميره كيميائيه، ولكن ما غاديش نستعملها دابا، نطحن الطحنه الاولى عاد غادي نستعملوها. انتما معايا؟ دابا البنات من بعد ما دات الطحنه الاولى، دابا عاد غادي نزيد الخميره الكيميائيه ونطحن الطحنه الثانيه اللي صافي منها، غنكونوا سالينا. هانتوما البنات تنبقاو نطحنو الطحنة الثانية حتى تنشوفو هاد الفقاعات، تنطحنو تقريبا شي جوج دقايق، تنطحنو مزيان. علاش؟ لأن الطحانة هي اللي تتخلي هاد الخليط ديالنا تيسخن، فالخميرة تتفاعل، هادشي علاش تيجي البغريب ناجح وتيجي مثقب وتيجي زوين. دابا غادي تشوفو معايا القوام كيفاش داير. شوفو القوام، مغاديش نخليه يخمى بزاف، شي 10 دقايق، 10 دقائق ونرجعو صافي نبدا نخدم البغير ديالي كيف تتشوفو. صافي غادي نخليه غير لحقاش السميده، باش السميده تتبدا تشرب هذاك الماء وتيجي مزيان. صافي دابا غادي نرجع معكم باش نبداو نطيبو ان شاء الله. دابا البنات غادي نبداو الطياب ديالنا، تندير هكذا مغرفه شوفوا البنات كيفاش مخرك، تيجي غزال وتيجي خفيف مع ديال السميدة، تيجي خفيف. هانتوما البنات انا بديت الاولى، لحقاش الاولى دائما تجيني انا ماشي هي هذيك، دائما الاولى اللي تنطيب ما تجيش زوينه، الثانيه تجي مزيانه. شوفوا الاولى كيفاش جات البنات، شوفوا باش تعرفوا ناجح من الاول، ما يحتاج لا الاولى لا الثانيه. شوفوا كيفاش داير غزال. انا تنستعمل هاد العويد، هو اللي تنستعملو هاكا نقي. غادي نزول البنات دابا هادي
بعد ما طابت دائما ديروا شويه الماء نتسالوا نجيبوا الثاني شوفوا تتبدا من الجناب هائل هائل تيجي هاد البغيه ديال السميده ما تيضر ما والو لان اصلا ما فيهش الدقيق الابيض الناس اللي عندهم مشكل مع الدقيق الابيض فهذا ديال السميده تيجي رائع في الاول دائما جهدوا النار في الاول من يلا تبغوا تطيبها صافي متى تبدا شي شويه تقرب بحال هكا نقصوا على مهل باش يلا ما تحرقش لكم البغبغه من تحت كيف تشوفوا معايا تجي البغبغه من تحت مزيان تجيش محروقه هذا هو السر ديال الطياب باش يجيكم البغبغه مزيان صافي غادي نزول حتى هذه دائما شويه الماء ونجيو نرميو حيضه صافي البنات غادي نستمر على هذا الشكل حتى نسالي البغوي ديالي كامل ونتلاقى معكم في اخر فيديو اذا البنات وصلنا اخر فيديو كيف تشوفوا البغوي ديالنا تيجي على هذا الشكل تيجي متقب ومخرق وتيجي هائل توجه ان شاء الله في الكوتي في المناسبات في الاعياد تيجي هائل وتيجي خفيف لان السميده تجي خفيفه ماشي بحال الدقيق الابيض وما تيجيش معجن كيف تشوفوا معايا تيجي خفيف شوفوا كيفاش صباعي كيفاش صباعي تيبانو تيبان الخيال تاع صباعي من البغبغه تيجي هائل وما تيتعجنش بامكاني نعملو هكا وتيتحل عادي ما تيتعجن ما والو نتمنى البنات تجربوا هاد الطريقه ديال البغبغه وان شاء الله اكيد غادي ينجح معكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله